أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نتطرق فيها إلى الملف الصحي من كل جوانبه، على المناقصات اللي صارت اليوم بالنسبة للأدوية المستعصية والسرطانية، وأيضا غسيل الكلى. بدنا نتطرق إلى الصقوف المالية للمستشفيات، أيضا النظام الصحي اللبناني، عن فقدان بعد في فقدان للأدوية وغيرها من العناوين، مع وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، الدكتور فراس الأبيض. أما البداية فرح تكون من صندوق التعويضات. شو صار بهالصندوق؟ يعني اليوم، هل اليوم صندوق تعويضات للمعلمين بالمدارس الخاصة بخطر؟ شو المعضلة؟ شو صار من بعد ما زار نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة الرئيس نجيب ميقاتي والمسؤولين؟ خلينا نطلع على هالوضع مع نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة أستاذ نعمي محفوظ. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير لك ولكل المستمعين. زيارات متتالية لهالمعنيين يعني بصندوق التعويضات، شو أسفرت ومين شفت وشو الوعود اللي أخذتها؟ خلينا بالبداية نقول أنه بعض المدارس عم تدفع على صندوق التعويضات 6% على الراتب القديم على 1500، يعني 6% على المليون ومليون وثلاثة مليون ليرة، يعني فوتات. ايه، وهي بتقبض بالدولار الأقساط. أكيد 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 بالدولار وحتى باللبناني، يعني إذا القسط 1500 دولار 2000 دولار كمان معا 60-70 مليون، وبعدها ندفع على المليون والمليونين للصندوق التعويضات. نعم، هذا الوضع يعني صار الصندوق في طور الانتهاء، في طور الانحلال، وشيخوخة وآخرة 60,000 معلم بالتعليم الخاص صارت على المحك. منه مقبول معلم بعد 30-40 سنة يطلعوا تعويضه 200 مليون، يعني 2000 دولار، منه مقبول، يعني كيف بيعيش بآخرته هيدا؟ اجتمعت مع معالي وزير التربية من حوالي الأسبوع واتفقت أنا وياه على نقطتين. أنه ينعمل اجتماع بين نقابة المعلمين وأصحاب المدارس برعايته، أولاً مشان موضوع البروتوكول يلي ضرب معاشات المتقاعدين بستي، أنه هذا بينتهي بـ30 أيلول، قلت له بعدين لازم يجددوا، وما بس لازم يجددوا على سنة تانية، ولازم يصير بدل الستة 9، لأنه المتقاعدين بالدولة ضربت لهم معاشاتهم بـ9، إنه حتى الستة والتسعة والعشرة والخمسطعش بتعمل، يعني إنه إذا واحد معاشه مليونين تربطيه بستة أو بتسعة بيصير 18 مليون، يعني تحت الـ200 دولار ما بيدفعوا فاتورة كهرباء، يعني في مصيبة كتير كبيرة، بس بيضل الأريح من إنه واحد يقبض مليون ونص مليونين. يعني هي أول نقطة. النقطة الثانية قلت له المدارس بعد عم تدفع للصندوق 6% على قديم. بس ليه ما بتسموا هالمدارس؟ معلش، يعني احنا بنعرف انه المبرات كلها والمقاصد، لا. ولا شو؟ كل المدارس عم تدفع على 1005؟ كل مدارس لبنان دون استثناء، لانه هي متحججه بالقانون، انه القانون بتدفع 6% على راتب السلسله. وليه حجز الرئيس ميقاتي؟ هلا في حلين. قلت له للوزير، اما الرئيس ميقاتي بده ينشر القانون اللي بغذي الصندوق، اما بدك كمان نحن واصحاب المدارس مثل ما عملنا بروتوكول مشان المتقاعدين، بدنا نعمل بروتوكول مشان الصندوق يتفضل ويدفعوا 8% على مجموع ما يدفعوا للاستاذ. بس ما التزموا بالبروتوكول الاول. اول فتره ما التزموا 50%، رجع الوزير شال كل توقيع المدراء اللي ما التزمت، رجعوا التزموا كلهم، رجعوا التزموا يعني 95% رجعوا التزموا. قلت له يا بدنا نعمل بروتوكول تاني بشكل المدارس تدفع للصندوق 8% على مجموع ما تدفعه للأستاذ، يعني إذا بتدفع للأستاذ مثلا 1000 دولار و10 مليون يطلعوا 100 مليون، إذا تروح تدفع 8% على 100 مليون للصندوق والأستاذ بيدفع 8%، هيك الصندوق برجع بيوقف على جري. أو الرئيس ميقاتي بده ينشر القانون، قال لي يا عمي الرئيس ميقاتي عم يقول إنه وقت ما نشر القانون ردوا للرئيس بري، والرئيس بري حط إيده عليه، هو ما عنده مانع بعد ما طلع الطعن من المشورة الدولي انه ينشروا، بس خلي الرئيس بري يرجع يبعث له اياه، يعني ضيعونا انه هو بينشروا او الرئيس بري بيبعث له اياه. لهسه انا اتصلت بمكتب الرئيس بري وطلبت موعد، بس لحد هلا ما عطيني موعد، طلبت موعد لحتى قال له دولة الرئيس شو الموضوع، يعني هل الموضوع لان هن عندهم مدارس؟ ممكن، نعم، لان هن عندهم مدارس. وبعدين اللي دفع على 1005 يعني اليوم هل بيرجعوا بيسددوا يعني المبالغ على السعر الدولار اللي لازم يدفعوا؟ إذا هني عندهم مدارس هل بيريدوا معلمينهم
يتبهدلوا باخرته. بس الهيئه رايدين لما بيدفعوا على 1005 طيب كل المكسور عليهم. اخر شيء اخر شيء اذا هذا الموضوع ما بده ينحل، انا قلت برجع بقول لاذيعتك الكريمه من هلا لاخر ايلول، اذا موضوع دفع المدرسه صندوق التعويضات ما بده ينحل اما بنشر الايلول من قبل رئيس نقابي، اما بوضع بروتوكول انه المدارس تدفع 8% على مجموعه تدفعه للاستاذ، ساعتها انا حابب المعلمين كل مدرسه خاصه ما يفوتوا على المدارس. ايه بس اليوم مدرس مهني اخرته بفيها بهدله يعني. ايه بس اليوم في مدارس كبيره دفعت كل المتاخرات عليها للصندوق على 1005، هل يعني كان لازم يقبضهم الصندوق؟ عم يتزرعوا بالقانون، القانون بيقول انه بيدفعوا 6% على السلسله. طيب مين بيتحمل المسؤوليه هون؟ مين بيتحمل المسؤوليه؟ انا قلت لهم، انا قلت لهم هلا هون عم تتزرعوا بالقانون، باي قانون خدتوا من الاهالي دولار؟ ما هني ما يعني هني نطوا فوق القانون واخذوا دولار بدل اللبناني. يعني بيديروا هالشيء ما بيسمح لهم بالقانون. شخوري مثل ما بدهم يعني. ما فينا نستمر هيك. الفئات التربويه حجري العديد من المدارس عم يطلبوا معلمين بعده مواد ما عم يلاقوا، لانه ما حدا بيجي يعمل مني اذا اخذتها هيك. نعم. هون الخطوره. الخطورة على التربية بالبلد، وقت الأكفاء والأساتذة اللي بيتمتعوا بمهارات معينة ما بقى يجوا على هالمهنة، بيبقى فيها ما عم يلاقي شغل ثاني، أو اللي عم يعلم قبل الظهر وبعد الظهر فاتح تاكسي أو سوبر ماركت أو أي شغلة ثانية، ما عاد هيدي مهنة تربية وتعليم، في خطر على مستقبل هالمهنة إذا ما بدنا نعالج الموضوع. إيه بس اليوم مش قصة دفع مصاري وقصة تصديد، هو القانون يعني شو قصته؟ هالقانون له نظام، في 10 مدارس هن مهمين وأعضاء بالصندوق بيدفعوا اشتراكات، وين نظام القانون يعني اليوم؟ طيب ما في نظام بهالصندوق؟ الصندوق عنده مجلس إدارة. إيه بيتألف من 4 بتسمين النقابي، وأربعة بيسمون أصحاب المدارس الأكثر دفعاً للصندوق العشرة الأول، وقاضي بعينه وزير العدل ومدير عام التربية. نحن 10 من حوالي 5 شهور وزير التربية طلب منا نشكل مجلس إدارة جديد، اجتمعت النقابي وسمت له 4، واجتمعوا المدارس العشرة الأول أكثر تسديداً للصندوق وسموا له 4، وزير العدل بعت له قاضي، أخذ هالوزير العشر أسماء واخذنا على مجلس الوزراء، لحتى هلا الرئيس النقابي مش عم يطلع المرسوم. نعم. ما عم يطلع المرسوم، شو الاسباب؟ اول مره انه كان في احدى الجهات السياسيه رافضه لانه ما لها حصه. الان هذا صندوق لاخره المعلمين، هذا صندوق بيهتم بشيخوخه المعلمين، منه مقبول تشتغلوا فيه بالحصص مثل ما اشتغلتوا بالبلد وخدتوا البلد على الهاويه. مش مقبول وعم بيصير، انتم كمعلمين شو بدكم تعملوا؟ يعني للحقيقه البروتوكول بينتهي بايلول، كما قلت هل عم بتطالبوا بتجديد البروتوكول؟ ليش ما بتطالبوا اليوم بيكون القانون على الطاوله ويصير سير المفعول وهو يفرض على المدارس؟ مشكله البلد سيدتي، مشكله البلد انه معطل كله، لا في رئيس جمهوريه ولا في حكومه فعلي تصريف اعمال ولا في مجلس دولي عم يشرع، المؤسسات كلها معطله. ايه بس هني عم يفرضوا رسوم وضرائب على الناس، معلش. ايه بظل هذا التعطيل نحن عم نرقي، قلت لك هلا القانون ضايع، كان انه الرئيس ميقاتي بعد ما طلع الطعن انه معنا حق انه انا بنشره، بس اللي هو عند الرئيس البري خليه يبعث لي اياه، على القصه بينه وبينه، لهسه انا طلعت موعد لشوف الرئيس بري. انا ما اقول اذا هذا الموضوع تشريعيا ما انحل من هلا لايلول، مفروض الوزير نقعد نحن وياه واصحاب المدارس ونعمل بروتوكول ثاني لكيف بدهم يدفعوا المدارس للصندوق، غير هيك بيكونوا عم يدفعوا نقابه المعلمين لاعلان عدم بدايه عام الدراسي ابتداء من تشرين، ما حفوت على المدارس، هذا الموضوع بده حل قبل المدرسه، قبل العام، يعني العام المقبل مهدد اذا ما حل الرئيس ميقاتي والرئيس نبيه بري. على الخط مباشرة أمين عام المدارس اليوم الإنجيلية دكتور نبيه القسطى، أهلا وسهلا فيك. ايه صباح الخير. يعني حضرتك من اشد الداعمين للبروتوكول بالنسبه للصندوق ودفع المدارس، ليش مش اشد الداعمين لحتى نشر هالقانون وتطبيق هالقانون بالنسبه لصندوق التعويضات بالمدارس الخاصه؟ طبعا اول مثل ما قلنا صباح الخير، انا بتمنى يطلع القانون واقترحنا عليه تعديلات كمان، واذا بدك الحقيقه ست نوال بدون ورشة تشريعية، لأن كل هالقوانين مربطة ببعض ما بينحلوا بالمفرق، لما ينحلوا كلهم بالجملة ورشة تشريعية بمجلس النواب الكل بيرتاح، وأهم فريق يرتاح هو الأستاذ لأن معه حق النقيب، المتقاعدين والأساتذة مأكولين حقوقه، معه حق 100%،
وعم تساليني ليش انا داعم للبروتوكول او المدارس الانجليه داعم للبروتوكول، لان قدرنا نخلي الاستاذ المتقاعد ياخذ شويه نفس 6 رواتب اللي انا بتمنى تتدوبل. عم تحكي معي ولا علي؟ الحكي بيورطني، بس لازم بدل الست ياخذ 12، حرام هالمتقاعد يقبض 100 150 دولار. فمختصر الحديث، عندنا ورشه تشريعيه لتحل كل الموضوع ال 515 وصندوق التعويضات اللي ما له مجلس اداره ومعاشات الاساتذه وما متقاعدين، نحلها بورشه متكامله لان كلها مترابطه ببعض. طب انتم كمدارس انجيليه عم تسددوا اللي عليكم لصندوق التعويضات؟ احسن شيء بقدر اقول لك، وهذا الصندوق شاهد امين، سكرنا كل شيء علينا اول ناس على 1005. لا هيدي عم تسألين عن البروتوكول. البروتوكول مش الحال. نعم لا البروتوكول. بعدين نحن ما عندنا متأخرات لصندوق التعويضات، مسكرين على الوقت، كل شيء مسكر على الوقت، ما كان عندنا متأخرات ابدا. لكن اللي بدي اقوله هون، صندوق التعويضات كمان بالورشة التشريعية بده قوانينه. يعني نحن، انا قلتها هيدي على البي سي، إذا دفعنا $1,000,000 لصندوق التعويضات هلأ، ما عنده قانون بيخليه هو يرجع يدفع بالدولار للأساتذة المتقاعدين أو اللي عنده. فكرمال هيك عم بقول كله مربط ببعض، ما بيناسبنا. ما هو الصندوق كان فيه ملايين الليرات والدولارات راحوا، لأنه لم يستثمروا. راحوا كلهم، لم يستثمروا. راحوا مع مصرياتك ومع مصرياتك. نعم. نحن هلا عم نحل مشكلة اختفاء المصاري كلها. نعم. حملونا اياها وقبلانين نحن، لكن ساعدونا بتشريعات عادلة ومعه حق النقيب. حرام الاستاذ وحرام المتقاعد. كرمال هيك عم بقول لك البروتوكول انا بتمنى يتدوبل. نعم، شكرا لك امين عام المدارس الانجيليه دكتور نبيل القسطى. بدي ارجع بس لضيفي سؤال اخير. المدارس طبعا اليوم ملتزمه بنسبه 65% بالدولار رواتب للعام المقبل مثل ما طلبته، يعني لا ملتزمه بتدفع اللي عليها، مش عم نعمم. في مدارس التزمت بالقانون 64، في مدارس التزمت بالبروتوكول، في مدارس ما عم تلتزم. مين هالمدارس؟ لمين تابعين؟ سيدتي، حتى الملتزمي بالقانون مثل ما قال الاستاذ نبيل انه يدفعوا ما علينا للصندوق، يعني ملتزمي بالقانون تبع السلسله، يعني على 1500 يلي انا قلت اذا استمرينا هيك ما بقى في صندوق. نحن بدنا نروح نلتزم اما بقانون جديد او ندفع جديد للصندوق، او بدنا يدفعوا بدون قانون. كيف عملنا البروتوكول بدون قانون؟ عملنا بروتوكول بدون قانون، ضربنا المتقاعدين بستي ومعه حق انه لازم يصيروا 9 أو 12. كمان لازم اللي عم ندفعه للصندوق نضربه ب 20 ب 30 لحتى يتغذى الصندوق لحتى نقدر نوقفه على جراء. هيدي من ناحيه. من ناحيه المعاشات للعام القادم، نحن اتفقنا كنقابه واصحاب مدارس على انه المعدل الوسطي للرواتب العام القادم لازم تكون بحدود 60-65%، على اساس العام هذا اللي انتهى كنا بحدود 30-35، وعلى اساس خلال 4 سنوات الاستاذ بيستعيد راتبه. هلا انا ما فيني اقول كل المدارس التزمت، بس الاغلبيه التزموا، بالاطراف يمكن ما وصلوا لل 45-50، ببيروت جبل لبنان يمكن وصلوا ل 70-80، بس المعدل الوسطي لازم يكون 60-65%. وكمان انا عامل تعميم بالنقابه للمدارس للمعلمين انه اي مدرسه بايلول تشرين ما بدها تلتزم بهذا الاتفاق بين النقابه والاتحاد، معلمينها مش حيفوتوا على الصف. نعم. وبالنسبه لصندوق التعويضات المعلمين، هو اليوم امام كارثه كبرى بانتظار حلها يا رئيس مجلس النواب او رئيس الحكومه. صحيح. لانه حرام هالمتعادين من المعلمين. صحيح. صحيح. يعيشوا بمليوني ليره. مصير 60,000 عائله بالقطاع الخاص بالتعليم معلقين برقبه الرئيس، مئات الرئيس بري. هذا موضوع القانون بدهم يحلوا لنا اياه من هلا لشهر شهر. يعني دولة بتعمل قانون وبتحجزه، هيدي مرقة بشي دولة تانية بالعالم؟ لك في في العديد من القوانين غير منفذة، مش المهم تطلعي قانون كمان. صح. المهم القانون يتنفذ، المهم يكون في جهات رقابية وتفتيش يراقب تنفيذ القوانين. نعم، شكرا لك ضيفنا نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة استاذ نعمي محفوظ، اهلا وسهلا فيك. اصدقائي المشاهدين والمستمعين، الى الملف الصحي مع وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض.
أصدقائي المشاهدين والمستمعين، من حيكم مجددا عبر صوت لبنان ومنتابع برنامج نقطة على السطر. نفتح الملف الصحي والطبي، هو من أهم الملفات، مع ضيفنا اليوم وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير وللمستمعين. يعني رح نبتدي من التحقيق اللي فتحته وزارة الصحة العامة حول المعلومات المتداولة عن وفاة سيدة لبنانية لأسر استخدامها شركة لرش المبيدات الحشرية بمنزلها. ليش دخلت وزارة الصحة؟ ليش فتحت تحقيق؟ وين وزارة الزراعة بهالإطار؟ نحن بنعرف أنه وزارة الزراعة هي إلى علاقة، وأنتم بتتدخلوا طبعا من بعد ما تصير الحادثة. شو القصة؟ شو عم بيصير بموضوع أول المبيدات؟ أول شيء الوزارة دخلت لأنه صار في وفاة. نعم. فنحن أي مريض لبناني بيوصل على المستشفى أو بيصير في وفاة، يعني بظروف في عليها علامات استفهام، واجب وزارة الصحة أنه تتدخل وتفتح تحقيق لنفهم شو اللي صار. وبهيدي الحالة حقيقة كانت الظروف يعني كتير فيها شك، لأنه اللي صار أنه من نفس البيت السيدة توفت الله يرحمها، في كمان كان عندها قطة يعني بسيني كمان توفت البسيني، وكذلك كان عندها عاملة أجنبية دخلت على العناية. فلذلك الظروف يعني تبع القصة منا يعني واضح أنه الظروف منا كتير نظيفة، خلينا نقول بهذا الموضوع. فلذلك نحن دغري صار في يعني تحقيق بهذا الموضوع. هلأ بما يتعلق بالمبيدات، هنالك نوعين من المبيدات. هنالك المبيدات اللي تستعمل للزراعة، يعني لرش يعني المحاصيل و وهنالك المبيدات اللي تستعمل للمنزل. الزراعة والمحاصيل هي تحت وزارة الزراعة، اللي بالمنزل هي تحت وزارة الصحة العامة. اللي كان عم بيصير انه بعض التجار كانوا عم يستغلوا يعني هالتفاوت، او انه وزارتين فايتين بالموضوع، ليحاولوا يعني يتجاوزوا شو بيقولوا القانون او بالاحرى المعايير اللي لازم يكونوا ماشيين عليها ليفوتوا هالامور هاي. ولذلك وزارة الصحة، وهون كان في حملة إذا متذكر كلنا طلعت من حوالي كم شهر، ولعب فيها دور الوزير أبو فعور وقتها، وصار في إخبار، وزارة الصحة كذلك وقتها هذا الموضوع كانت كتير جدية فيه، وطلعنا نحن وقتها تدابير متشددة بهذا الموضوع لحتى ما يعني يصير في أي فوضى، ويصير في بعض التجار اللي عم يسترخصوا بحياة الناس، بيجيبوا أي يعني مواد أو بيستعملوا يعني معايير concentration اللي هي منا آمنة، بس إنه هو عم يشتغل وعم يعمل بزنس وهالأمور. وبالفعل يعني حتى هي هيدي الشركة اللي كانت هي قامت بالتنظيف، مثلا نحن من شهر موجهين لكنا إنذار على أحد المواضيع اللي يعني بما يتعلق بهذا الموضوع. فلذلك يعني أنا برجع بأكد أن وزارة الصحة لن تتهاون بتنفيذ التدابير والإجراءات. نحن ما حن يعني في كتير عم ينطلب استثناءات، ومرقولنا هون وزارة الصحة ما حتعطي استثناءات في هدول. هلأ هيدي خلينا نشوف، لأنه بعد يعني التحقيق انفتح مبارح، فنحن ما بدنا، وخاصة بموضوع وفاة ما بدنا نستعجل، بمعنى أنه يا نتهم أو نبرئ، لازم التحقيق يأخذ مجرى قبل ما نطلع ب يعني النهاية. ولكن أنا هون اللي بدي أقوله أمر أساسي لازم يفهمه كل الناس. نحن للأسف لما صارت موضوع هالأزمة المالية والثورة والكذا وكل هالأمور، هيدا فتح مجال كتير كبير للزعبرة، للفوضى. خليني أقلك، وهيدي الفوضى هلأ عم نشوفها نحن بقطاع الصحة. وين منشوفها؟ منشوفها كنا بالصيدليات، اللي الأيام البعض منها بيصير بيسعر مثل ما بده، أو بيجيب أدوية من محلات ما لازم يجيبها. منشوفها بالمستشفيات اللي كمان بتصير بتركب مثلا مستلزمات، ساعة بيكون سعرها طالع، ساعة بيصير سعرها نازل، بيصير في كمان تسعير بحسب شو لابس تيابه للأيام المريض. إذا كان لابس طقم مرتب بتطلع التسعيرة أو بتنزل أو هالأمور.
منشوفها أيام مع الأطباء اللي أيام بيطلبوا كمان معاينات، شي طالع شي نازل، مختبرات وغيره. نحن هلأ بوزارة الصحة عم نجهد لنرجع نعيد نوع من الانتظام، لأنه ضابط إيقاب بالنسبة للناس بهذا، وهيدا واجبنا. يعني أنا دايما بقول أن وزارة الصحة إلى واجبين. واجب الأول هو حماية المرضى، كيف في باقتصاد حماية المستهلك، نحن حماية المرضى. والواجب الثاني هو نأمن بعض الخدمات اللي كلنا بنحكيها، الاستشفاء والدواء وهالأمور. إيه بس في عندك وزارتين هي عم تعطي ترخيص يمكن لشركات، يعني في معايير معينة ما لازم تكون موجودة. نحن بهذا الموضوع هنالك، يعني نحن في تحقيق عم بيصير هلا، والحق يقال في تنسيق لا بأس فيه بين وزارتي الصحة والزراعة، ووزارة الزراعة كمان عندها تشدد بهالمواضيع، ولكن بدنا نتأكد انه هل نعطى استثناءات ما لازم تنعطى، لانه في بعض الكلام اللي نحكى خلال التحقيقات فرجت انه ممكن يكون في استثناءات انعطت ما كان لازم تنعطى، وهذا الموضوع يعني التحقيق اللي عم بيصير هلا لحتى نعرف تماما. هيدا بيخلق بلبلة بين الناس، لانه في كتير ناس بترش بيوتها اليوم أكيد. عند مين بدها تروح؟ شو بيعرفهم اذا هو لاعب او عم يلعب بالمعايير او لا؟ ما في حياة ناس بدها، ولذلك يعني هيدي شركة مشان هيك انت ما مين ما كان بيبلش لازم يكون في ترخيص، وهيدا الترخيص وهيدا الشركة ومراقبة، والشركة هاي اللي عمت هيدا عندها ترخيص، وأكيد نحن منراقب. ولكن الموضوع الأساسي اللي أنت عندك إنه أنت لما بيكون بجو الفوضى أيام بعض هالتجار، بعض مثل ما قلنا الصيادلة أو الأطباء أو المستشفيات بيقولوا لك نحن بنزمط، نحن والله ما بنعملها، ما حدا بينتبه. وهون واجب إنه نحن نرجع يعني التشدد تاعنا. ليش نحن مثلا بتتذكري لما في بعض المستشفيات صار تاخد براني قمنا نحن وقفنا لأقسام أو وقفنا تعاقد معها أو هالأمور، بعدهم لهلأ لحقين إنه خي خلص ما بقى نعيده رجع التعاقد، وأنا عم أقول لا مش حنرجع. يعني نحن بدها الدولة توجع، هيدي أمر أساسي بده، وإلا المواطن ما بيمشي بالنظام. يعني نحن أو مش المواطن، خلينا نقول هالمؤسسات هالتجار، بس اللي موجودين مع الوزير على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما مثلا السوشيال ميديا مثل هذيك المرة، خلينا أعطيك مثال تاني. هذيك المرة نحن فتنا على وحدة من الباتيسيريز اللي كانت عم تعمل، اكتشفنا أنه أول شيء ما عندها ترخيص، تاني شيء انه هي عم تستعمل مواد من 2018 منتهية مدتها من 2018. فلما جينا نحن اخذنا الاجراءات طلعت على السوشيال ميديا ونشرت وزارة الصحة هلا المهم. فنحن بهذا الموضوع رجعنا طلعنا وحكينا وقلنا لا، ومصرين على تنفيذ القانون. هون المواطن بده يكون عنده وعي، يعني مش لما بيجي حدا بيطلع بيقول له لا انا والله انا مش عم خالف كنت القانون، بيقول له ايه مزبوط الدولة دايما عاطلة. لا، الدولة عم بتحاول تحميك، الدولة عم تحاول توقف جنبك على قدر ما فيها. نعم، بس الله يساعد هالمواطن مع الوزير، وين ما راح فسد بمقابيله. يعني هو خليني سكت ده بده لحق للأحق. هلا هون اتهامات لوزارة الصحة بمناقصتين للأدوية بقيمة 64 مليون دولار والعرض الوحيد. ليش هالاتهامات سيقت بحق وزارة الصحة وكان عندكم عارض وحيد؟ شو قصة هالاتهامات؟ أول شيء اتهامات حقيقة، يعني اللي بيقرأ هيدا المقال اللي عم تحكيه بيشوف إنه التناقض بقلب المقال، يعني هو المقال بيرد على حاله، ما في داعي حدا يرد عليه. مش هيك نحن حقيقة بالوزارة، بس ردت عليه يعني اليوم قابل شركات الأدوية. تمام، بس أنا نحن بالوزارة مثلا بالمقال بيقول فيها انه هيدي اكثر مره بيجي مشاركين بالمناقصه تبعيت وزاره الصحه. هيدي لحالها بفرجيكي قديش وزاره الصحه كان عندها حرص على انه نجيب يعني كل السوق اذا بدك او كل الشركات تفوت وتتنافس. هي اول مره بتاريخ وزاره الصحه بيكون المناقصه بيشترك فيها او عم نجيب دواء لمرضى الضمان ومرضى التعاونية ومرضى القوى الأمنية وغيرها، وهيدا خلى التنافس بين هالشركات يكون تنافس شديد. ليش؟ لأنه اللي ما بيربح بالمناقصة بيطلع من السوق يعني. فهيدا اللي خلينا ننزل الأسعار. أزدت لك بعد أكثر من هيك، هاي أول مرة بتاريخ يعني هالوزارة اللي المناقصة بتصير على نفس الجلسة.
يعني مش معنات انه والله نحن بنحط الظروف وبنرجع بنفتحهم تاني يوم بنرجع بنفتحهم تالت يوم. ولذلك اذا بتشوفي انت ان كان من المشاركين بالمناقصه ان كان من المراقبين للمناقصه قالوا هيدي انزه مناقصه بتصير بتاريخ الوزاره. ليش؟ لان كلها بنفس الجلسه، ما في شيء، ما حدا راح وطلع واجا وغير ظرف او كذا او 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 اي هالامور. بالاضافه لذلك اذا بتشوفي انت القيمه التقديريه اللي كانت منعطت لهالمناقصه، يعني القيمة التقديرية هي اللي بتصير على انه هيك مناقصة قديش مفروض يكون سعرها. كان سعر القيمة التقديرية تاعها حوالي 105 مليون دولار، نحن جبناها ب 64، يعني منزلين نحن 40% من اسعار الدواء. لا لا، هيدي الاسعار بيقولوا لك الشركات بعد ما شافت هالاسعار، خليني اعطيكي مثل من غير ما فوت ببعض الاسامي، في دواء من اكثر الادوية اللي بتوزع وزارة الصحة البراند تاعه ست نوال، البراند حقه هلأ بالسوق 400 دولار، نحن قدرنا نجيبه بالمناقصة ب90 دولار، البراند مش الجنريك، البراند. هلأ العرض الوحيد اللي هيدا، ليش حكيوا عن العرض الوحيد وهي ما تمت تحت أجنحة اليوم هيئة الشراء العام؟ طبعا طبعا، ومش بس هيك، وإجانا تنويه من الدكتور علي، وإجانا تنويه من ديوان المحاسبة. ثانيا العرض الوحيد هو في عندك انت بعض أدوية الأمراض السرطانية المتقدمة جدا، أصلا ما في حدا غيرهم غير شركة واحدة بتصنع هالدواء. نعم. خدي أعطيكي مثلا مثل دواء الكترودا، لأنه الناس كتير مين غير شركة الكترودا الميرك تعملوا لهذا الدواء؟ ما في ولا شركة تانية. فأنت لذلك أنت حيكون عندك دائما إذا عم بتجيبي هالأدوية المتقدمة حيكون عندك بعض الأدوية اللي ما لها جينيريك أو ما منه موجود، ما في غير عارض وحيد. فلذلك ولكن هن بعض ركزوا يعني على العارض الوحيد بس، قالوا هالنوع من العروض منه مؤشر على التنافسية، هو مؤشر على التركيز الاحتكاري، ما في تركيز احتكاري وأمر موجود يعني بكثافة بسوق الدواء. مش احتكار، أنت لما بيكون عندك شركة طلعت بدواء بعد ما حدا غيرها إجا عمل مثله، هيدا احتكار، هيدا واقع يعني. وهون هل نحن مساعدتها بنحرم الشعب اللبناني من هالدواء ليصير في منه 3-4 شركات؟ بتعرفي هدول براءة الاختراع بتاخد 10 سنين، بنقعد 10 سنين نحن بلا هيدا الدواء ليصير في شركة تانية. طيب اليوم صارت المناقصات، هل يعني اليوم شو رح يتغير إيجابيا بموضوع الدواء؟ هل رح يقدروا المواطنين يحصلوا على الأدوية؟ هل فينا نقول إنه نحن رح يكون ما في انقطاع للأدوية الارتدادات؟ بس قبل بدي أذكر الأصدقاء أنت معنا اليوم، في كتار بدون يستفيدوا من وجودك معالي الوزير اليوم دكتور فراس الأبيض. رقم تليفوني صوت لبنان بتصرفكم 01-325-555 الخلوي 76-611-005 و76-611-001. اليوم طبعا هل كل شيء بيساعد ضمن إطار هالمناقصة على انقطاع الأدوية؟ ما عاش عنا انقطاع الأدوية؟ هيدا يمكن أهم سؤال، هيدا سؤالك هو أنا برأيي أهم سؤال، هيدا اللي بده إياه المواطن، أنه بالنهاية هلأ بغض النظر عن التفاصيل حيوصلنا الدواء ولا ما حيوصلنا الدواء، أنا برأيي أنه هيدي حيكون إلى أثر إيجابي كتير كبير على موضوع الدواء للأسباب اللي حأذكر لك إياها. أولا هيدي مناقصة على سنة، نحن إذا بتتذكري السنة الماضية أو اللي قبلها كنا كل شهرين بدي روح على مجلس الوزراء لجيب اعتماد لجيب دواء لأرجع بيخلص الدواء بنرجع منروح منجيب اعتماد تاني، وتأخر الاعتماد وتأخر الدواء وتأخرت وزارة المالية وقتها أضربت ما عندهم كمبيوتر. هيدا خلصنا من هلأ على سنين احنا جبنا الأدوية. نعم. هيدا رقم واحد. رقم اثنين، ماذا يعني أنه نحن بدل 109 مليون دولار جبنا الدواء ب 64، معناتها عنا 40 مليون دولار نجيب فيهم أدوية، نحن مش عرضنا للدولة هدول ال 40 مليون. ولذلك هيدا بيعني انه كمية الدواء كمان حتكون اكتر من اللي كنا مخططين له قبل، وهيدا حيكون عنا كمان يأكدنا انه الناس اللي جايهن الدواء ان شاء الله ما حيكون في انقطاع. هلأ هل معناتها انه نحن ما بقى نسمع ابدا انه والله هيدا ما طلع له دواء او كذا؟ عنا مشكلة بعد لازال وحيدة، هي مشكلة الناس اللي الحكمة اللي بيوصفوا ادوية خارج البروتوكولات العلاجية. نحن في عنا بروتوكولات علاجية هيدي اللي بتغطيها الوزارة. ليش بيصفوها؟ لا يعني لا في الأمر إن أم إنه يمكن البروتوكول اللي بيصفوه أفضل من البروتوكولات الموجودة؟ مش أفضل، لا أنا يعني خليني حضرتك طبيب. تمام، خليني أقول لك وأنا ححسن الظن، أنا ما بدي إجي أقول والله في بعض الناس بتوصف لأمور أخرى لأنه يعني استفادات أو هالأمور، أنا بدي إجي أقول لك التالي. مثل أنت مثلا لنقول طبيب فايت يعمل تمييل للقلب،
انت في عندك شرايين بتكون مسكره 70-80%، هيدي لازم انت تحطي لها رسول، صحيح؟ صح. طب اذا الشريان كان مسكر 40% او 50%، هون الطب بيقول فينا وفينا لا، يمكن هذا يقعد 20 سنة ما يكبر أو هالأمور. هون في بالطب أيام مدرستين، في مدرسة بتقول أي تضيق ولو 30% 20% حط له رسول وامشي، وفي مدرسة بتقول أنه لا، طالما نحن منا بحاجة، نحن هيدا الموضوع التضيق منه ما بيأثر حاليا، نحن ما في داعي نفوت فيه. نفس الشيء موجود منه بالطب، بمعنى انه انت هاي السرطان بتعطيه دوايين ولا ثلاثة؟ العلاجات بتقول او الابحاث بتقول انه انت دوايين بتعطيك نتيجة، البحث الثالث بيقول لك يمكن بالدواء الثالث بتزيد 1% 2. هلا بالنسبة للاطباء بيقول لك انا ما خصني، انا شو بدي اعطي كل شيء للمريض. لا. حتى ايام في بعض ال يعني السؤال الآخر، وهيدي مثلا أنا سألته إياه لما كنت بفرنسا، إنه طب هيدا العلاج أنت بتبلش إمتى بتوقف؟ إنه هل بتضلك مثلا مثل العلاج الكيميائي؟ لما كان العلاج الكيميائي القديم إله عوارض جانبية كتير قوية، كان يقولوا بتاخده 6 شهور وبتوقف، صح؟ صح. بالعلاجات الجديدة اللي عوارضها كتير خفيفة، في بعض بيقولك خليك عليه طول عمرك، هيك ما بيرجع. طب انت هيدا لما تقول له خليك على هالدواء طول عمرك، هيدا الدواء كل شهر 3000، طب مين بده يدفع حقه؟ وهل اذا نحن اعطينا فوق الدواء فوق 6 شهور او فوق السنه في استفاده ولا نحن ما في استفاده؟ ببرا بس لحتى اقول لك شو عم بيصير برا مش بلبنان، شركات الدواء اكيد ما بدها تعمل دراسات لتفرجي اذا 6 شهور مثل السنتين. مثلا خطي اعطيكي مثلا دواء الايبرنس، من أكثر الأدوية اللي بياخدوه مرضى سرطان الثدي، رفضت الشركة تعمل، هن برأيهم سنتين. قامت إجت الحكومة الهولندية عملت بحث، فرجت أنه أنت فيك تاخديه على 6 شهور بيعطيك نفس النتيجة إذا أخذتيه على سنتين. ولذلك هلأ بهولندا غيروا البروتوكولات تبعولهم ووفروا على حالهم كتير، مش وفروا بمعنى لحتى يجيبوا دواء أكثر. إيه بس هيدي نتيجة دراسات صح. ولذلك نحن عنا لجنة علمية بوزارة الصحة بتشوف هالدراسات، ونحن بعتنا فريق كتير كبير من وزارة الصحة ومن الضمان ومن الجيش راح على فرنسا وقعد هنيك بيل HAS، ونحن عم نتعاون مع وزارة الصحة الفرنسية. هلا بدنا نحكي عن هيدا التعاون شو أسفرنا، وهيدا اللي نحن عم نقول يا خي نحن عم نشي نعمل أمور موجودة بأوروبا. فلذلك احنا هون هيدي أنا برأيي هالمشكلة هاي حنضل نشوف، فأنه الحكيم قال له خد هالدواء، وزارة الصحة بتقول له براتب. في اتصالين ناطريننا مع الوزير، شملت كل الأدوية المناقصات مثلا، ليش ما شملت سرطان المبيض؟ بلا كان شملت يعني ما بعرف، في عنا سؤال بيقول انه ما شملت سرطان المبيض، ما شملته كل الامراض اللي نعم. كل الامراض نحن البروتوكولاتنا بتعالج كل الامراض مش نعم. خلينا ناخذ اتصالين ومنتابع مع وزير الصحه دكتور فراس الابيض. مين معي؟ بونجور. اهلا تفضلي. انا بدي اسال معالي الوزير سؤال واحد، انه على المرضى يلي هن سيستيك فايبروزيس، كان وعدنا باستماع معه مع حضرته انه البلمازين رح يكون موجود بالسوق. هلا البلمازين موجود بالسوق من كذا شهر، بس الوزاره ما عم تعطيهم الاوكي للشركه لحتى نقدر نستفيد منه. والوليد عندهم مشكله كبيره، وهو حضرته بيعرف بهذا الموضوع. اول شيء خليني اعطيها خبر منيح للمتصله على موضوع السيستيك فايبروسيس. نحن وقتها بهذا الاجتماع حكينا شغلتين، حكينا بدواء البالموزان، والدواء الشغل الثاني كمان حكينا بالتريكافتا اذا ماني غلطان. نحن هلا صار في اتفاق بين الشركه عبر وحده من كبار المستشفيات الجامعيه. صحيح. والدواء حيصير مأمن للاطفال بكميه كتير منيحه، وان شاء الله وعدينا الشركه انه يضلوا يامنوا هيدا الموضوع لفتره طويله. وأنا هيدا الموضوع اللي اشتغلنا عليه مع دكتور مروي، سلمان مروي، كان أمر كتير مهم، لأنه أنت بتعرفي أنه يعني هيدا بيعطي أمل بالنسبة لهالأطفال حتى أهم من دواء البالموزايم. بالنسبة للبالموزايم نحن الدواء مثل ما ذكرتي داخل بمناقصة وزارة الصحة، وإن شاء الله الدواء عم بيكون عم يتوزع بشكل طبيعي. بس على كل حال براجع أنا مع الكارانتينا إذا في أي مشكلة بهذا الموضوع. كمان اتصال آخر، من معي؟ شو عم بتوافق عليه؟ ألو ألو تفضلي.
بونجور بونجورين. اي بدي اقول له لمعالي الوزير انه كثير مهم انه نأمن لهم ادوية اللي عندهم سرطان، بس الاهم انه نحافظ على صحتهم طما يصير عندهم سرطان. بكل بساطة اليوم منظمة الغذاء العالمية عم تجبر الشركات المصنعة على الأكل أنه ما تتعدى نسبة 5% استعمالها للزيوت المهدرشة كليا. أو بدي أسألها سؤال. نعم بده يسألك سؤال. نعم بدي أسألك سؤال إذا بتسمحي لي. معني إذا بتريد. إيه بس سؤال، بس بدي أسألك سؤال بس لأنا أنا معك. بس خلص. بكندا ممنوع يستعملوا الدواء اللي هو بيبس العشب من 30 سنة مش من هلا، لأنه بيسبب سرطان. نحن ما بناكل أعشاب إلا ما بيرشوها كل الخضرة وكل الفواكه وكل ما بيرشوا عليه الحشيش حتى يموتوه، لأنه أوفر. خليني أسألك سؤال. وصلت الفكرة، خليني بس أسألك سؤال. انت بتدخني مدام؟ اولاد اللي عم ياكلوا شوكولا كله مدام انت بتدخني؟ معليش مدام نحن بنعرفهم. وصلت الفكره، بس سؤال عم بيسالك ايه معالي الوزير بس. نعم شكرا لك. خليني اقول لك شغله اللي عم بتقوله المدام مع حق فيه. يعني نحن بنعرف انه انت السرطان هو مش بس نعالج، الاهم بالسرطان هو الوقايه، والوقاية هي أقل كلفة بكتير من العلاج. وهيدا اللي نحن عملنا لما عملنا البرنامج الوطني للسرطان، وهو إنه مش بس نركز على العلاج، لازم نرجع نشتغل على موضوع الوقاية. بس الوقاية شغلة كتير كبيرة. بس خليني أقول لك شو عم نعمل بالوقاية، لأنه هدول كتير مهمين وفي برنامج حرام عم يشتغل. حأحكي على ثلاث أمور أساسية. الموضوع الأول ليش عم بسألها للمدام على الدخان؟ لأنه نحن عنا قانون، نحن نجي منحكي أيام أنه عنا تلوث هواء، نحن العالم عم تاكل مهدرج. نحن أكبر مصيبة عنا إياها بلبنان بالسرطان هو الدخان. أنا هلأ كنت بأستراليا، نسبة المدخنين بأستراليا من الشعب الأسترالي 11%، يعني 1 من 10. بأوروبا 2 ل 3 من 10. نحن بلبنان 7 من 10. نحن هيدا اللي عم تحكيه، فيك كل يوم تاكلي مهدرج منه شيء قدام اللي بيقعد بيدخن نفس أرجيلي. كل نفس أرجيلي فيه 40 سيجارة، ومنه شيء قدام المولدات. هلأ عاملين صدقيني حتى المولدات، انت في عندك كتير مناطق بلبنان اصلا ما عندهم مولد او بعاد عن المولد، بس انت الدخان ما فيك تطلعي. حاولي تطلعي على مطعم، حاولي تطلعي على ما يعني شيء ما معقول. وهيدا الموضوع اللي الشعب اللبناني بده يعرفوا، انه انت يا شعب لبناني لما تكون 70% منك عم بتدخن ما تستغرب. مثل اليوم، انا اليوم كنت قاعد هلا قبل ما اجي لعندك مريضة عمرها 32 سنة عندها سرطان بالثدي منشر على كل جسمها بعدها هلا مشخصة. نحن عم نشوف سرطانات باعمار بحياتنا ما شفناها قبل. ولذلك برجع بيجي بقول اللي انا 100% بشكرها للست اللي عم تحكي هلا، لانه لازم نفكر بالوقاية. الشغلتين اللي عم نعملهم هلا كذلك ببرنامج السرطان الوطني هن اول شيء موضوع سرطان الثدي. نحن حنطلق هالسنة حملة الماموغرافي، نحن أنا حطيت لها بادجت، وإن شاء الله هالسنة مش بس حتكون موضوع على ديتكشن بتشرين إن شاء الله. والموضوع الثاني هو سرطان عنق الرحم، اللي كمان نحن حنبلش بمراكز الرعاية الأولية موضوع الفاكسين تاع عنق الرحم. طيب بس لنخلص من قصة المناقصة، ليش دخلت بهالمناقصة أدوية إيرانية للأمراض السرطانية؟ يقال إنه سجلت بقرار منك ولا تستوفي كل معايير السلامة المطلوبة من أدوية أخرى. مش صحيح. أنا يعني أول شيء أنا ما عندي مشكلة مع الأدوية الإيرانية إذا هي ملتزمة بالمعايير العالمية. ده بتشكل ده نسبة بالمية من الأدوية. ولكن لكون صريح، آخر مرة تسجل بوزارة الصحة أدوية إيرانية إذا ماني غلطان كانت على وقت الوزير جبق، حتى مش على وقت الوزير حسن إذا ماني غلطان. أنا على وقتي ما تسجل، لأنه ما كنا عم نسجل أصلا أدوية كان بسبب الأوضاع.
ثانيا شكلت الأدوية الإيرانية اللي ربحت بالمناقصة ما يعادل يمكن 2 أو 3% من قيمة المناقصة. طب بنعمل لهم معالي الوزير مراجعة الأدوية. طبعا هذه كلياتها كانت أدوية مسجلة بلبنان بحسب القوانين. نعم. يعني نحن كمان هل بدنا نمشي على القانون ولا لا؟ هذا كمان سؤال مهم. ايه بس السؤال كمان عم ينقال كيف قبلت شخصيا بهالادويه اللي أدوية مسجلة. 100% ادويه مسجله حتى ولو كانت سجلت من قبل وزراء سابقين. لا لا لا. ما فينا نعيد النظر فيها. تسجل ليش؟ تسجلت بحسب القانون، تسجلت وانعمل لها فحوصات وتسجلت بحسب القانون. اذا كان في حدا عنده اعتراض على القانون قلنا، بس نحن اذا اجا دواء ايش ما كان يكون مشي بحسب القانون وسجل وعم يعطينا دواء فعال بقيمة أقل، ليش لا؟ وين الغلط؟ وإذا كان عنده المعايير المطلوبة، ما هو نحن عنا المعايير المطلوبة موجودة بالقانون. أنت اللي عم تحكي معك حق فيه لو نحن سجلناهن استثناء. نعم. هذا لم يحصل، ولذلك أنا برجع بيجي بقول أنا بعرف هلأ نحن بالجو السياسي سهل مين ما كان يطلع يقوس، بس برجع بقول خلي يكون مرجعنا القانون. نعم. ليش بعض المواطنين عم بيعانوا من نقص الأدوية رغم وجود موازنة يعني صارت منيحة ورغم يعني في مناقصات؟ لأنه هلأ بعد لنبلش نحن نتوقع تسليم المناقصات يعني النظام الجديد مع المناقصات، نتوقع إن شاء الله بآخر شهر 8 آخر يعني آب وأول تشرين الأول إن شاء الله. وبرجع بقول أنا بتوقع أنه حيصير في تحسن، علما أنه هلأ نحن 80 ل 90% من الطلبات اللي بتجي على الوزارة نحن عم نسلمها. ولكن ست نوال انت نحن بنسلم 13,000 دواء بالشهر. 13,000 يعني اذا 10% من هالمرضى هيدول. نعم. 10% فقط صار شيء تاخير بتسليم دواهم، عم تحكي على 1300 مريض. فلذلك يعني الناس ايام ما بتقدر قديش حجم الخدمات اللي عم تعملها هلأ الوزارة بهالظرف الصعب. نعم. وبدي أرجع أذكر أنه هيدا كله هالنظام هيدا ما كان موجود قبل، نحن هلأ عملناه والتتبع والمدي تراك واليونيك آي دي. ليس عدكم هالنظام اللي عملتوه مثل نظام التتبع وغيره أنه بالأدوية اللي نحن بحاجة لها أكثر من خيار وحياتك لو نحن ما في هيدا النظام نفس كمية الدواء كان وصل منه للمرضى 20% مش 80% 20% و80% كان ينهدر ينسرق يطر. ثلاث اتصالات ورا بعض. مين معي؟ الو تفضل. بونجورك. يا هلا. كيف احوالك؟ يا هلا. معك محمد عطوي. تفضل استاذ. اول شيء بشكر الوزير الله يطول عمره، يا كل الوزراء بشغل مثله. عشان جيت عنده من شي 10 اشهر وكان عشان الوالده بدها تاخذ الامبرونس 5 سنين. جيت لعنده دقيقه متى عندكم على الزاعه وقال لي بتجي لعندي، رحت لعنده وخدمني. كل شهر عم بأمني، كل أشهر عم بحكي، عم بعبي لي طلب. مثلا اني باي منطقه قاعد مع عفوا بلا ميخ قاعد بمعوض، عم بروح على صيدليه وعبيت عم يمشي الحال والله يطول عمره. شكرا لك. هيدا اتصال. مين معي كمان؟ الو تفضل. صباح الخير يا هلا اللي كل معاذ الوزير. يا اهلا. انا سؤالي بس انا معي سكري وضغط ومن شي سنه ونص حكيت مع حضرته وقال لي خذ الدواء اللبناني، اخذنا الدواء اللبناني وماشي الحال الحمد لله. بس بدي اعرف شغله وحده، ليش قربوا حق الدواء اللبناني من الجلسه سمات حقه 21 دولار الدواء الاساسي، صار الدواء اللبناني حقه 17-18 دولار، كان قبل حقه 1,100,000 ليره. يعني ما بعرف انا يمكن حضرتك ما الامور الماليه ما لك علاقه فيها، بس انه ليه قربوه؟ تمام. شكرا لك. نعم. بعد في اتصال ولا برد اتصال اخير وبعدين بترد مع الوزير؟ مين معي؟ الو. الو تفضل. متقاعد من قوى الامن، يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل. انا زوجتي مريضه كانسر ومسجله على المنصه، ونحن بتاخد علاج حسب البروتوكول الأفاستن 500 ميلي جرام والكايليكس 80 ميلي جرام. اي شو السؤال؟ الأفاستن عم ينعطى زيرا باف بداله كونه مدعوم، عم يجي على منصة عمان. الكايليكس عم يجبروني اني اشتري بكاش ب 130 مليون و 53 ألف. فضل. ما في منه مدعوم الكايليكس، ما في عند الوزاره تسلمنا اياه مثل ما عم يسلموه إيه؟ بدل الافاستن وتتحمل المؤسسه العلاج عبر المستشفى. ليه بدي ادفعه وارجع اقدم فيه مساعدات؟ صار لي انا شهرين مش قادر امن للمبلغ لمرتي، عزتها بالبيت.
شكرا لك. في مشاكل؟ تمام، خلينا نجاوب. نحن اول شيء بنشكره لمحمد على رسالته، وبرجع بقول هذه واجبي مش اكثر ولا اقل، يعني هذا نحن واجبنا انه نساعد الناس بوضعهم الصعب. مشان دواء الصناعه المحليه، نحن هذا الموضوع حقيقه صار في حديث طويل معهم للنقابي ومع النقيبه كارول ابي كرم اللي كمان بدنا نهنيها على اعاده انتخابها يعني بالنقابه. المشكله اللي نحن واجهناها انه حقيقه هالمصانع اللبنانية كتير تحملت معنا خلال الأزمة. نعم. تتذكري أنه هني قاموا بعبء كتير كبير بأدوية السكري والضغط والخلال، وخاصة لما الشركات اللي برا بطلت تجيب الدواء. هلأ بفترة حوالي 6 شهور أو 8 شهور إجوا قالوا أنه نحنا كنا عم نشتغل يا تقريبا بخسارة يا أما من غير أي ربح بالمرة، وهيدا عم بيعمل مشاكل عنا، لأنه نحن بكرة مصانعنا بصير بدها تجديد، بصير بدها استثمار، بدنا نكبر شوي لحتى نضلنا نقدر نخدم السوق. فاسمحوا لنا أنه نحن نزيد السعر تقريبا حوالي بين 20-30% زاد السعر. نحن كان عنا وحدة من خيارين، يا أما نقول لا نحن بتضلوا مثل ما أنتوا عم تشتغلوا يا على يعني من غير أي ما تطلعوا أي أرباح أو من غير، وهيدا ساعتها شو حيأدي؟ حيأدي انه خلال سنة او سنتين هالمعامل تستهلك ونخسرهم كلياتهم ونرجع نصير نضطر نكون رهينة بإيد هالاستيراد اللي عم يجي من برا. او بدنا نحنا نعمل شوية استثمار، نتحمل شوية صغير، نزيد هال20% اللي عم نحكي عليها مقابل انه يعني يضلوا قدرانين انه يستمروا ويخدموا هالبلد. وهذا اللي نحن يعني القرار اللي وقتها أخذناه، علما أنه في كتير أدوية، وإذا أنت هلأ بتقارني الصناعة الدوائية المحلية مع الأدوية اللي عم تجي من برا بتشوفيهم أنه هني لازالوا بنفس الجودة مثل ما قالك عم ياخد الدواء وماشي عليه، ولكن سعرهم أقل بكتير من اللي عم يجي من برا. هلأ الموضوع الأخير موضوع كيليكس وموضوع بين هدول اثنين، ما في شك أنه الأفستن هو الدواء الأغلى بكتير. يعني انت الافاستن عم تحكي تقريبا اذا ماني غلطان بيوصل حقه للألف دولار او هالامور. فنحن بهيدا الموضوع ايام اللي عم نجي نقول لا، يعني انا بفهم المرضى بدهم هن وخاصه بهالظرف الصعب انه تجي جهه ضامنه رسميه تغطي كل شيء عنهم، وخاصه هو متقاعد ونحن بنعرف انه هلا المتقاعدين نحن لذلك يعني كوزاره صحه كنا توجهنا لوزاره الماليه للحكومه انه نحن عم نقدر نغطي كتير امور ولكن في حاجه اكبر، ولذلك نحن عم نطلب كنا زيادة بالاعتمادات لحتى نقدر نأمن أدوية أكثر. وهذا كان النقاش اللي صار إن كان بمجلس النواب أو مجلس الوزراء إنه زدولنا هالاعتمادات لنقدر نأمن لهم أدوية أكثر لهالموضوع. إيه بس اليوم ممكن لمناقصة وزارة الصحة تحقق تمويل متواصل لاستيراد الأدوية؟ لا، نحن بالنهاية تمويل بده يجي من المالية، بس الفكرة الأساسية هي التالي، مثل ما قلنا نحن سوق العلاج والدواء عم يتطور وعم بيضلوا وعم يجوا أدوية جديدة والأدوية عم تكون أغلى وأغلى وأغلى. لذلك إذا ما الدولة ضلت عم تستثمر أو عم تتمول هالقطاعات يعني الجهات الضامنة الرسمية من وزارة صحة من تعاونية وغيرها، كيف هالمؤسسات بدها تقوم بواجباتها؟ بعدين ست نوال معلش، نحن المناقصة اللي عم نحكي عليها كانت تقريبا قيمتها كلها على بعض أو الموازنة تطلع شي 170 مليون دولار. نحن 170 مليون دولار كانت تصرفها وزارة الصحة لوحدها. نعم. نحن 170 مليون عم نجيب فيها للوزارة وللضمان وللتعاونية وللقوى الأمنية ولغيرها. لذلك يعني أنا برجع بيجي بقول الأيام البعض بيطلع بيقول أنه نحن زدنا، يا أخي أنت قارنا بوين كنا قبل الأزمة. نحن لازلنا تحت حوالي 40-50% من الموازنات ما قبل الأزمة. نعم. طيب اليوم بموضوع علاج الأشعة. نعم. أنتوا عم تعطوا موافقات بس المستشفيات مش عم تقبل. مش كلها، في بعض المستشفى، في مستشفيات أنا بقول لك مثلا مستشفى طرابلس الحكومي النبطية، المستشفى الحكومي بيروت لا بيقولوا ما عندهم مكننة، يعني بيقولوا حجج. شو مستشفى الحقيقة؟ مستشفى امبارح يعني هيدا الموضوع امبارح كنت عم راجع طرابلس ومستشفى النبطية مش عم يشتغلوا بشكل ممتاز. نعم. عندك مستشفى عين وزين عم يشتغل بشكل ممتاز، عندك مستشفى بيروت الحكومي كان عنده مشكلة بالمكنة عم نصلحها، وبعدين عندك بعض المراكز الخاصة
اللي هي جبل لبنان عم ياخد بسألكم اوكي بالأشعة. وما مشي يعني عندنا معلومات اللي عن اللي قالنا اوكي وما مشي، ما بدي اذكر اساميهم على الهواء لانه بركي رجعوا مشوا قبل ما ناخذ اجراءات بحقهم. في صحيح هنالك بعض المستشفيات اللي قالت اوكي واخذت السقف وهلا ما عم تاخذ مرضى، وهيدول انا بقول لك اياها من هلا وبرجع عندهم مشكلة بالمسافة كمان إذا ما بيلاقوا مستشفيات قريبة. مش بالمسافة، المشكلة بهذا الموضوع إنه في بعض المستشفيات أخذت سقوفي وما بدها تستعملها. نحن عم نراجع هالموضوع ونحن اللي قلنا وهلا برجع بقوله قدامك على الهواء حنسترجع السقوف من كل هيدي المستشفيات، وأنا حتى في بعضهم حوقف عقدهم مع وزارة الصحة. وهيدا العقد لما بوقفه أنا ما بقى بيرجع. يعني هني عندهم اعتقاد بعض المستشفيات انه ماشي الحال بيوقف العقد بنعمل شوية وسايط بنحكي مع فلان وفلان بيرجع بيمشي العقد. هذا بأكد لك انا ولا عقد وقف بخلال ما انا كنت موجود ورجع مشي ولن يمشي. ولذلك انا بجي بقول لهم برجع بقول لهم لهالمستشفيات رسالة كتير واضحة، وانا جدي جدا لما بعطي الوعود او التهديد اذا بدهم يعتبروه المستشفى اللي حيوقف عقده ما في شيء بيرجع بيمشي. طب ما دام مع الوزير فتحت قصة السقوف، شو هون بعد المستشفيات؟ أول شيء بتقول إنه عم بتعاني من نقص بالتمويل، أنتم مش عم تدفعوا لها مستحقاتها. مش مزبوط. نحن مبارح يعني أنا بدي أعطيكي أرقام، أنا شخص علمي، أنا مبارح مضيت وزارة الصحة شهر 1 2 3 مقطوع وغير مقطوع للمستشفيات. ست نوال نحن وأربعة نحن عم نحكي شهر 7، امتى وزارة الصحة المستشفيات بتعرف امتى وزارة الصحة بشهر 7 عم تدفع شهر 4؟ نحن كنا انا مدير مستشفى حكومي كنا ننطر سنة سنة ونص ايام للوزارة تدفع، نحن عم ندفع هلا. هي بس لسان حالها بتقول ما عم بكفونا السقوف هي عم تدفعهم. انا امبارح عملنا مراجعة على كل السقوف، في عندك نص المستشفيات ما عم بتفوتر، ما عم يعني ما عم تستقبل مرضى وزارة الصحة. أنا اللي برأيي نرجع للي قلت لك إياه بالأول، المستشفيات مبسوطة بالكاش، المستشفيات وخاصة بمناطق بيعتبروا إنه أهل. بتقدروا تعملوا معه بتوقفوا؟ نحن اللي عم نجي نقول لهم أول شيء نحن اللي عم نعمل شغلتين، عم نكبر المستشفيات الحكومية لنعطي على الأقل للمريض. شوفي في مرضى مبسوطين في مرضى معهم، وهيدا المريض اللي الله رازقه وحابب هو يروح على مستشفى خاص ويفوت على جناح ويجي حدا يعني هيدا يهتم فيه هيدا. ليه لا؟ أنا مني ضد، أنا مني شو بقوله شيوعي بدي العالم، نحن عم نجي نقول بس بدنا نلاقي حلول للطبقة اللي ما معها مصاري. هلأ بهيدا الموضوع نحن مشاريع تكبير المستشفيات الحكومية، نحن هلأ صرنا مخصصين 28 مشروع جديد بمستشفيات حكومية. خدي بس السرطان، نحن هلأ فتحنا مركز سرطان جديد بمستشفى أورنج ناسو، بمستشفى حلبة، بمستشفى هلأ عم نفتح باب عبدة، بمستشفى مشغرة، بمستشفى التركي، بمستشفى سبلين، وعنا السابع حيكون بمستشفى بعلبك الحكومي. وهيدا كله ياتوا لحتى ما يضطروا هالمرضى يروحوا على المستشفيات الخاصة ويدفعوا 300 و400 دولار على الجلسة، هيدا غير الدواء. نعم. بالإضافة لذلك فالفكرة الأساسية بس بموضوع المستشفيات لحتى أرجع لك إياه، نحن عم نحاول جهدا إن كان مع المستشفيات الخاصة اللي عم ترضى بأرقام مقبولة من المرضى أو بالمستشفيات الحكومية، نوصل لمرحلة إنه المستشفيات اللي هي بتعتبر حالة 6 نجوم و7 نجوم خلاص هيدي تشتغل تجارة، وهيدي يروح عليها الإنسان اللي معه مصاري بتفوتوا على مستشفى 6 نجوم و7 نجوم. طيب بس اليوم بدنا أحكي عن السقوف المالية، في 3 اتصالات رح أخذهم. يعني اليوم ماذا عن المعايير اللي اعتمدتها وزارة الصحة بالنسبة للسقوف المالية؟ عم بيقولوا إنه منا منطقية يعني مقابل يعني حتى قال في انه مستشفيات محظيين وفي مستشفيات غير محظيين او النقاش. اعتمدت الليستة اللي قبل؟ لا نحن هيدا النقاش صار ولقلك وين صار بمجلس النواب. يعني مش انه صار لجنة وقعدنا وانا هنيك جبت لهم الارقام وفصلت لهم اياها رقم رقم، وبالاخر شفت شو صار شو طلعت النتيجة؟ شو طلعت النتيجة؟ قالوا لي يعطيك ألف عافية منيح شكرا لأنك شرحت لنا. لذلك أنا برجع بجيب طيب ليش هالكلام بيطلع؟ لأنه نحن بلبنان أسهل شيء على الناس تكب كلام. لذلك أنا برجع بقول أنا أي حدا بده يجي يناقشني أنا بحط قدام الأرقام. بس كيف في تركيبة عن المخاصصة من قبل والاستنسابية يا ست نوال؟ خليني أعطيك مثال نعم هنالك كلام إنه والله نحن في مناطق معينة ما أخذت. طب أنا هلا بتحدي ويجي هلا النائب سليمان هارون وفرجيه هون
هل مستشفيات بهالمناطق اللي أخذت السقوفة؟ خليني أعطيك مثل مستشفى معين إجا قال هذا أنت ما اعطيته سقف، هذا المستشفى حتى ما إجا مضى عقده، ما إجا مضى عقده على الوزارة. وأنا برجع بقول ما بدي استعمل الإعلام لشهر ببعض المستشفيات لعدة أسباب. نحن عنا واحد مستشفى جامعي بمنطقة شو بقوله جبال، ما عم يستقبل مرضى وزارة من أول ما اعطينا السقف لهلأ فوت ثلاث مرضى وزارة. بيرجع بيجي بيقول لك انه ليش ما اعطيته سقف؟ طب شو اذا اعطيته سقف اخر السنه هذا السقف يسقط؟ شو يعني يسقط؟ يعني المصيرات بتروح ما حدا بيستفيد منهم. طب ليش بدنا نعطيه سقف بس لحتى نقول انه اعطيناه سقف؟ الزلمه ما بده يشتغل، هو عم بيقول بعظمه لسانه انا ما بدي فوت مرضى وزاره. لذلك انا برجع بيجي بقول هون التالي، نحن خلينا بقى نطلع من كل شوي بيجيك حدا محاصصه وكذا وهالامور، ليش؟ لاسباب خاصه، لانه هو والله ما حصل على اللي هو بده اياه. أنا اللي عم بيجي يقول أي حدا بده يحارجني علميا أنا عندي أرقامي وأنا حاضر. في معايير مستقبل اتصالات ورا بعضهم، ثلاث اتصالات، مين معنا؟ بونجور، يعطيكم العافية. يا هلا تفضل. بدي أحكي بس بالنسبة لمرضى زرع الكلاوي، عنا دوايين إحنا بناخدهم سلسات وأدفاجراف. سلسات بطل مدعوم، إحنا تقريبا بدنا $200 $200 وشي لحتى نقدر نجيبه كل شهر، بدنا $3000. بالنسبة للأدفاجراف هو موجود على منصة أمان، بس المشكلة انه عم بينطروا لحتى يخلص الدواء حتى يرجعوا يطلبوا لنا اياه ويرجع يجي الدواء، بيكونوا تاخروا علينا جمعه. فنحن ما بنقدر نكفي بهذه الطريقه، نحن المفروض الدواء يوصلنا قبل الجمعه من ما يخلص الدواء اللي موجود عندنا بالبيت. نعم باختصار، ما عم بيكون في تلبيه وسرعه بهذا الموضوع. نعم شكرا لك. اتصال ثاني، مين معي؟ الو تالي. الو بونجور. ايه تفضلي مدام. كيفك مدام؟ بدي حي الوزير الصحة، بدي قل له لما منعت الأرجيلة بلبنان فضيت المطاعم. هلأ مش هون بس، هو بالمستشفى لما الواحد بده يفتح رويه ما بيعطوه هيدي الأرجيلة. ليكي أنا حكيم توفى، لا بيشرب دخان، لا بيشرب أرجيل، لا بيشرب قهوة، يعني هي الجاية المطرات. انت بتعرفي أنا عملت بيوبسي مش من وراء المطرات، الجاية الزبالة اللي عم تفوت على الأرض اللي عم تلوث الخضرة، هيدي هي اللي عم تموت اللي عم تسبب سرطان. نعم شكرا هلتي. وصلت الفكرة، أهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال، تفضل مع الوزير. أول شيء بخصوص الاتصال الأول على دواء الأدفاجرافت، معه حق 100%، هدول المرضى يعني إذا نطروا كم يوم ممكن التأخير عليهم ممكن يأذيهم، ممكن ما يأذيهم بس ممكن يأذيهم. ولذلك نحن إن شاء الله بالمناقصة الجديدة اللي بدل ما كل شهرين تجينا وثقة الدواء، هلأ صارت عم تجي أو حتجي على فترة بتكفي سنة إن شاء الله. هيدي من يعني منقدر نحل هيدي المشكلة، وبيصير في انتظام بتأمين الدواء من غير ما يصير انقطاع ولا حتى يوم واحد بهيدا الموضوع. وهون أنا بس بدي استغل هيدا الموضوع لحتى أقول له شغلة. نحن بلبنان ما في شك انه مرقنا بظروف كتير صعبة ولا زلنا عم نمرق بظروف، وايام كتير انا بفهم انه المواطن بيجي بده حل سريع، للأسف ما دايما بيكون في حلول سريعة، ولكن في حلول عم نقدر نوصلها شوي شوي تمام. ولذلك انا بتفهم، بس انا اللي عم بيجي يقول انه نحن اللي منعمله باي مشكلة منحل ومنرجع منبني على الحل لنوصل ان شاء الله لحل كامل ونخلص من هالمصايب كلها. بالنسبة لاخر اتصال، أنا مع احترامي للي عم بتقوله، بس أنا برأيي اللي عم تقوله مش مصبوط، ولقلك ليش. أول شيء موضوع الدخان، يعني معلش هذا الموضوع ما لازم نمزح فيه، أرجيلة المستشفى وما أرجيلة المستشفى. أنا ما بدي أجي أقول أنا شو عم، خلينا نروح نقرأ بكل العالم شو عم بيصير بموضوع الدخان وقديش الدخان عم بيضر بالناس. هلأ بدنا نجي نحن نضوي على أمور أخرى عم تضر الناس، مثل الوسخ، مثل الجي، مثل المترات، مثل النظام الغذائي. هذاك صحيح، نحن ما عم نقول لا، بس مش إنه لأنه في تلوث معناتها الدخان صار منيح أو معناتها الدخان ما عم بضر الناس. وهيدا الموضوع كتير مهم. ليش؟ لأنه كل البلاد اللي قدرت تنزل معدلات السرطان فيها، الأمر الأساسي وهذا كلهم بيقولوا لك إيه اللي عملوه، هو نزلوا معدل الدخان. طالما نحن على 70%
ما نتأمل أنه حيكون معدل السرطانات بلبنان منخفضة، حتى لو نضف الجو بطل فيه موترات وهالأمور، معدل 70% مستحيل أنه هيدا يوصلنا لمعدلات سرطان مقبولة. معالي الوزير، يعني الوقت عم يسرع وعندي أسئلة كتير. المستشفيات بالجنوب اليوم، الحكومية بالجنوب على خط النار، شو عم تعملوا وخصوصا أنه هني بحاجة لهالمستشفيات؟ نحن أول شيء في 3 مستشفيات أساسية هي على خط النار حقيقة، هي مستشفى ميس الجبل، مستشفى بنت جبال، مستشفى مرج عيون، ونحن هلأ طلعنا لهم مساهمات لأنه هيدي المستشفيات ما عم تقدر تشتغل يعني بكمية كبيرة أكيد بسبب الظروف، بس بنفس الوقت في عاملين صحيين قاعدين بهالمستشفيات، وأنا بدي وجه لهم حقيقة تحية كتير كبيرة، أيام ما بينذكروا يعني هالعاملين الصحيين اللي وقت الكورونا قعدوا بالمستشفيات واجهوا الخطر، وهلأ بها 3 مستشفيات بالتحديد عم بيواجهوا الخطر لأنه بعد في بالقرى الحدودية من أهلنا اللي عم بيغسلوا كلى أو عم بدهم يعني خدمات صحية أو هالأمور، فنحن حولنا له مساهمات كتير كبيرة هلأ لحتى تدعم معاشاتهم وهالأمور. بالمستشفيات الأخرى كذلك في مستشفيات نحن زدنا فيها التجهيزات تحسبا لا سمح الله إذا زادت الأمور، ودعما كذلك للنازحين. يعني نحن أنا مبارح كنت عم شوف الأرقام مثل ما قلت لك، واحدة من أكثر المستشفيات اللي عم تشتغل هلأ بالحكومة هي مستشفى تبنين، وكذلك مستشفى النبطية بمنطقة سور، عندنا مستشفى جبل عامل والإيطالي وحيران، هدول كلياتهم ليش عم يشتغلوا كتير؟ لأنه هن حاضنين النازحين، هل 90,000 لبناني اللي تركوا المناطق الحدودية هدول كمان عم يتحكموا على وزارة الصحة بالمستشفى. بس عن الجهوزية اليوم، يعني حضرتك وزارة الصحة كانت يعني وضعت خطة طوارئ خاصة وأطلعت الرأي العام على الاستعدادات لمواجهة، وخصوصا نحن كل يوم نسمع بدها تصير حرب، ماذا عن الجهوزية بهالإطار؟ نحن لازلنا عم نشتغل بشكل دؤوب على هذا الموضوع. طبعا نحن اللي عم نشوف يعني اللي شفناه بغزة من هالعدو الإسرائيلي يعني وحشية حقيقة، تاريخ كله منه كتير مسجل، استهداف لعاملين صحيين، استهداف لمستشفيات، استهداف لكذا. بجميع الأحوال نحن أمنا بكل التدريبات اللازمة بكل المستشفيات، نحن وزعنا السبلايز، عملنا يعني على مستودعات ومستودعات في المناطق لحتى إذا صار في احتمال للتوزيع. نحن اشتغلنا على موضوع التواصل، وصار عندنا هلا أكثر من مركز طوارئ بحال صار لا سمح الله اللي بيقدروا يعملوا تنسيق بين المستشفيات، وكذلك هلا نحن عندنا جهد كبير عم نقوم فيه مع مراكز الرعاية الأولية، لأنه أنت بدك تعرفي أنه في جزئين من الجهوزية، الجهوزية لاستقبال الجرحى والجهوزية لاستقبال النازحين. إذا لا سمح الله صار في توسع بالاعتداءات الإسرائيلية، نحن نتوقع أنه عدد النازحين يكون كتير كبير، ممكن حتى يتعدى 500,000، وهيدول كذلك كلياتهم بيكونوا مرضى بدون دواء، بدون غسيل، بدون علاج سرطان وغيره. نعم، اليوم مع الوزير عملت جولة صحة في كبيت ما، إذا بدك عملت جولة، رحت على أستراليا وغير دول كانوا المغتربين الأطباء عندنا هون بلبنان. اليوم نحن كيف فينا نتكل عليهم، خصوصا أنه هني إجوا بدهم يقدموا الدعم للقطاع الصحي والطبي بلبنان، شو استفدنا منهم وكيف فينا نبني حقيقة ونخفض فاتورة استشفائية ونبني قطاع صحي مثل ما لازم بمساعدتهم؟ خليني أقول 3 أشياء سريعين. أول شيء، إذا لبنان عنده سمعة ممتازة بعد برا ومحل ما نحن منروح بيضربوا لنا سلام، وأنا كوزير صحة حسيت هالحفاوي اللي كانوا يستقبلوني فيها محل ما روح، السبب الأساسي في ذلك هني هالمغتربين وخاصة الأطباء المغتربين اللي حقيقة يعني عم يعملوا إنجازات. أيام بيني وبين حالي بسأل إنه لو ضلوا بلبنان كانوا قدروا يعملوا هالإنجازات ولا لا. يعني نحن من يومين كنا عم نحتفل بدكتور شمالي من تكساس اللي عنده إنجازات كتير كبيرة بموضوع الأمراض الانتقالية، كان بيناتنا بروفيسور جون مارك أيوبي من باريس اللي هو هلأ يعني الرائد بجراحة زرع شو اسمه الرحم بباريس وهالأمور، وكنا عم نحتفل فيهم، وكذلك الأطباء اللي جايين كانوا من أستراليا أو من أمريكا وغيرهم وغيرهم. هلأ الحقيقة اللي أنا بدي أقول إنه هني كلهم بدهم يساعدوا،
نحن عم نشتغل على أطر للتعاون مع وزارة الصحة. نحن هلأ في يعني تعاون متقدم مع الجمعية الإسترالية، بكرة بعد الظهر في عنا اجتماع على الزوم معهم، وهيدي حينتج عنا تقريبا حوالي 5 مشاريع لدعم يعني قطاعات متعددة في لبنان. هلأ طبعا يعطيهم ألف عافية، ولكن نحن بالنهاية كمان واجبنا أن نحط إيدنا بإيدهم، يعني هني مش حيحلوا لنا كل مشكلتنا، نحن واجبنا كمان نظبط هالنظام هيدا لحتى يصير هالمساعدة تبعيتهم تزبط. في كمان في عندك تعاون مع فرنسا، الجمعية صار في احتفال بالذكر مرسني على التعاون بين وزارة الصحة والدولة الفرنسية، يعني هالتعاون شو أسفر، شو عملته، كيف استفادوا استفاد منه النظام الصحي بلبنان؟ عدة أمور هيدا التعاون، وهون يعني بدي أنا أشكر وزير الصحة الفرنساوي اللي أرسل يعني المسؤول عن التعاون الدولي بوزارة الصحة سيد جيروم وينبخ إجا على لبنان، بالرغم أن نحن بنعرف أنه الفرنساوية هلأ أو الأوروبية بشكل عام بسبب الأوضاع ما عم بيخلوا حدا يجي على لبنان، ولكن هو أصر يجي ويكون معنا بهيدا الاحتفال. نحن في 3 مشاريع أساسية بس لحتى من أخر عليك. أول شيء مشروع ب6 مليون يورو لدعم العاملين في المستشفيات الحكومية عبر برامج تدريب، وهيدي بلشت حتكون بحوالي 12 مستشفى حكومي. المشروع الثاني هي مساعدة كتير مهمة بموضوع المختبر المركزي، واللي برجع بشدد انه ايام عم يتأخر شوي هالمشروع بسبب مواضيع الى علاقة بالتمويل، ولكن ان شاء الله حيصير سنة الجاي، ان شاء الله حن يعني بركي نكون عم نفتتحه سنة الجاي ان شاء الله. هذا المختبر المركزي سنوات عم نطالب فيه. كذلك في مؤسسات فرنساوية مثل باستور وغيرها. موضوع السرطان اللي نحن عملنا هلأ الكانسر بلان، احتفلنا بالسنة تاعة، وعدة يعني مشاريع عم نعملها بالتعاون مع كوري ومع جوستاف روسي. كمان هيدولي هالثلاث مشاريع الأساسية بالإضافة لتعاون لإعادة بناء هيكلية وزارة الصحة. هيدول البرامج اللي كنت عم قلك عنهم مع الأش أو أس أو الأوفأس. الأوفأس هي تبعو الدم والبنوكة الدم، اللي هلأ بلشنا برنامج الاعتماد بوزارة الصحة لبنوكة الدم لنتأكد أنه إذا بكرة أخذنا دم ما يعطونا أش مكان هالمستشفيات ويصير معنا أمراض مثل ما صار من زمان. بتتذكري موضوع كيف منفوت الدواء على لبنان، تجربة الفرنسوية اللي سمحت أنه ننزل سعر الدواء، وهيدا جزء من هالدرائد يعني الاستفادة كانت بالمناقصة اللي طرحناها. الفكرة الأساسية أنه أنا بدي وجه شكر كتير كبير للفرنسوية اللي هني من أكبر الداعمين للقطاع الصحي في لبنان. يمكن في أشياء ما حكيناها مثل مثلا برنامج الصحة العقلية وغيرها، وبرنامج الصحة النفسية، يعني الصحة النفسية والعقلية. لأنه عم نحكي عن استراتيجية وطنية بلبنان 2024 ل 2030. هن الفرنسوي كانوا من الداعمين الأساسيين لها، وفي كذلك عنا كم مشروع لدعم مستشفيات حكومية كمان مع الفرنسيين. هلأ المواطنين خص الوقت بدهم يعرفوا إذا رح يحصلوا على كل الأدوية. فينا نقول إنه ما في انقطاع للأدوية، وبدهم يعرفوا إنه العلاجات مؤمنة وتخفيض الفاتورة الصحية باختصار. باختصار أنا اللي بقول لهم نحن هيدي السنة موازنة وزارة الصحة زادت أو زادت بقطاعين، وهيدول اللي بهموا المواطنين أكتر شيء، الاستشفاء والدواء. ونحن عم نشتغل لحتى هالزيادة اللي إجت على يعني أو في التمويل يحس فيها المواطن. نحن بمجلس النواب هذيك المرة عم بيقولوا لي إنه مش كل المواطنين عم بيحسوا إنه والله وزارة الصحة زادت موازنتها، وشو فينا نحن نعمل. اللي عم نعمله إن كان بالمناقصة، أنا مثل ما وعدت إنه خلال هالشهرين المرضى حتحس بتحسن كتير كبير بموضوع الدواء، وإن كان بالاستشفاء الإجراءات اللي بدنا ناخدها، إن كان إجراءات لنقلهم يعطيكم العافية للمستشفيات اللي عم تتعاون، أو العصاية للمستشفيات اللي ما بدها تتعاون، لحتى نحن نأكد إنه هالمريض مش يضل يتاخد منه هالفروقات، ولما يكون مريض وزارة الصحة يتحكم مع وزارة الصحة. أنا بدي أشكرك وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض. بدي أشكركم أصدقاء المشاهدين والمستمعين. إلى اللقاء مع حلقة جديدة.